السلام عليكم. في سؤال بيسأل ازاي اعرف الفوليوم بتاع جينيريك موديل لو انا عندي اي حاجه مرسومه موديل امبليس، يعني من كومبوننت بختار موديل امبليس وابدا اختار اي حاجه انا عايزها. طيب خلينا نختارها جينيريك موديل، هي دي اللي بيطلع فيها القيمه الجينيريك موديل. طيب خلينا نرسم جينيريك موديل واقول له ارسم لي حاجه بالشكل دوت، وليكن مثلا حاجه بالشكل دوت بليند مثلا، دي القاعدة بتاعتي. وبعد كده هرسم التوب اهو بالشكل دوت واقول له موافق، خلي دي مثلا 5 بالشكل دوت، واقول له فينش موديل. لما تيجي تعمل سيلكت عليه هتلاقي الفوليوم ظهر لك، بينما لو انت غيرت الكاتيجوري بتاعته لأي حاجة تانية اوكي تيجي تعمل سيلكت مش هيجيب لك الفوليوم، هيجيب لك الدايمنشن سايز مفيش الفوليوم. الفوليوم بيظهر بس لما تيجي هنا وتحوله لجينيريك موديل هتلاقي الفوليوم ظهر معاك.